السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في ثالث حلقة من هذه السلسلة، سلسلة تعلم سكتش أب. في هذه الحلقة سوف نتعرف على كيفية يعني رسم الخطوط، كيف تبدأ برسم النماذج، وكيف تصنع نموذج معين. ندخل إلى البرنامج. في الدروس السابقة تعرفنا على ضبط بعض الإعدادات، تغيير وحدة القياس، وإضافة قائمة الألوان. وفي الحلقة الثانية أو في الدرس الثاني تعرفنا على اختصارات من لوحة المفاتيح تسهل عليك العمل. وفي هذا الفيديو سوف نتعرف على كيفية الرسم باستخدام القلم واستخدام المربع والأشياء الأخرى. لنبدأ على بركة الله. هذه هي نقطة الصفر، نبدأ من نقطة الصفر. ثم يعني تكلمنا في الدرس السابق عن الوحدات، كيف تقوم بتغيير الوحدات، تذهب إلى عرض ثم إلى هذا الخيار الأخير ثم إلى الخيار الأخير ثم تذهب إلى الخيار الأخير وتقوم باختيار هذه الوحدة، ثم تقوم باختيار وحدة القياس على سبيل المثال بالسنتيمتر. ثم نبدأ مثلا هنا بتحديد اتجاه الخط الذي نريده، مثلا هذا الاتجاه سوف يكون تقريبا. سوف نتعرف على كيفية إنشاء غرفة لكي يعني أشرح لكم كيفية الإنشاء إلى آخره. الغرفة طولها تقريبا من 5 إلى 6 أمتار، أي 6 أمتار، والعرض تقوم بتحديد الاتجاه الذي تريده إذا كان باللون الأحمر أي أنه موازي لهذا الخط الأحمر، أنه مستقيم، خط مستقيم. سوف نقوم يعني بجعلها 400 ونقوم برسم مستقيم على الخط الموازي، الخط الأخضر، هذا الخط بهذا الشكل، ونقوم بسحب النقطة لكي نحصل على هذا الشكل. يمكنك صنع قاعدة بطريقة أبسط، وهي باستخدام المربع أو أداة المربع. تقوم بوضع نقطة هنا ثم تسحب بهذا الشكل، تكتب هنا 6000 سنتيمتر فاصل 4000 سنتيمتر، عفوا 600 سنتيمتر و فاصلة 400 سنتيمتر. كما تلاحظون الطول، أولا الطول وبعدها العرض 400 كما تلاحظون. الآن لنستخدم هذه الأداة من لوحة المفاتيح F. مثلا أنا أريد الجدار عرضه تقريبا 15 سنتيمتر بهذا الشكل. الآن نقوم بصنع الأبواب والشبابيك. سوف أقوم بصنع هنا باب. نقوم باستخدام هذه الأداة التي تعرفنا عليها التي تمكنكم من رسم إحداثيات للمنزل، فهي يعني إحداثيات تفيدك جدا في رسم بدقة، رسم الخرائط، رسم المخططات بدقة. مثلا على سبيل المثال قلنا طول الباب سوف يكون 110 وعرضه يعني تقوم ب كما تلاحظون. الآن حدد لي نقطة هنا، نقوم برسم خط بهذا الشكل، خط قائم للون الأخضر، للخط الذي باللون الأخضر نقوم بمسحه بهذا الشكل. الآن نرسم هنا نافذة مثلا على سبيل المثال، هنا نرسم نافذة. امسك بالقلم ثم سوف تلاحظ نقطة بهذا الشكل، أي أنها بالمنتصف. قم بعمل علامة. الآن فقط ما عليكم سوى التوجه إلى أداة الإحداثيات، أداة المتر،
وتقومون مثلا بوضع رقم طول نصف الشباك، يكون على سبيل المثال طول الشباك مترين، متر بمتر، 100 سنتي ب100 سنتي بهذا الشكل. الآن نمسح هذه، لا نريدها، نجيب أداة القلم، ثم نقوم بعمل مكان الإحداثيات، نقوم بإزالة الإحداثيات بهذا الشكل. الآن انتهينا من هنا، نقوم برسم يعني شباك آخر من هنا، سوف أقوم برسمه بسرعة لكي أختصر الوقت عليكم. طبعا يوجد طرق أخرى يعني لرسم الشبابيك. إذا بعد الرسم نقوم برفع الحائط بالضغط على B، ثم كما تلاحظون هذه النقاط يعني لهذا الشكل الذي قمت بالتأشير عليه. إذا حدث مثلا خطأ، مثلا على سبيل المثال حدث هذا وحدث يعني مثلا لو حدث هذا وهذا، عندما تقوم بالتأشير على هذه الأداة، فيجب عليك التأكد أن هناك يعني منفذ مفتوح أو نقطة غير أو مربع غير مغلق أو مستطيل غير مغلق، فيجب عليك أن تغلقه. ثم هنا نقوم باختيار الارتفاع، ارتفاع الغرفة التي نريدها. على سبيل المثال نضغط إذا ظهرت بهذا اللون نضغط على كنترول، ثم مثلا نريد ارتفاع الغرفة تقريبا 4 أمتار أو 4 أمتار تقريبا، 400 سنتيمتر كما تلاحظون، وطول الشباك يعني عن الأرض، ارتفاع حامل الشباك يعني الحجر الذي تحت الشباك بمثلا على سبيل المثال ب1 متر، 1 سنتيمتر، 100 سنتيمتر. وأيضا هنا نفس الشيء نقوم برفعها، ثم نقوم بتحريك يعني المؤشر إلى أي مكان. هنا يمكنك يعني جعلها في أي مكان تريدونه لكي تصبح طول هذه نفس طول هذه، نقوم بسحبها إلى هنا. ونفس الشيء بالنسبة لهذا الشيء، نضغط على كنترول ثم نقوم برفعها إلى هنا. نفس الشيء بالنسبة لي الشباك، نقوم بتحريكها إلى هنا بهذا الشكل، حصلنا على هذا الشكل. الآن على سبيل المثال ارتفاع الشباك الذي لدينا ليكن مثلا تقريبا على سبيل المثال 1.70 متر، سوف نقوم بإنشاء يعني مثل قوس 1.70 متر، نقوم بأخذ أداة الإحداثيات ثم نرفع متر 170 كما تلاحظون، تم تحديد نقطة بهذا الشكل. نضغط على L ثم نقوم بتحديد هذه النقطة بهذا الشكل. الآن نريد مثل القوس، نقوم أيضا باستخدام أداة أو نتركها الآن، نقوم باستخدام هذه الأداة ثم نقوم مثلا برفعها 20 سنتيمتر بهذا الشكل. الآن ما علينا فعله هو جعل هذه النقطة هنا، ثم نقوم بالضغط على B، نقوم بتحريكها إلى هنا بهذا الشكل كما تلاحظون. مثل سوف نقوم بعمل دائرة أو نصف دائرة للشباك، نقوم باستخدام هذه الأداة من الداخل بهذا الشكل، نقوم برفعها إلى هذا المكان كما تلاحظون، يعني ظهرت مغلقة، نقوم بتحديدها ونضغط على ديليت بهذا الشكل. أنا نضغط على B ثم نضغط على كنترول، نقوم برفعها بهذا الشكل كما تلاحظون.
من الداخل ليس مهم. إذن حصلنا على هذا الشكل. طبعا الخطوط فيه تستطيع مسحها دون أي مشاكل بعد الانتهاء من العملية، لكنها لا تظهر في برامج التصميم إلى ما غير ذلك. يمكنك مسحها بهذا الشكل. كما تلاحظون حصلنا على هذا الشباك. نفس الشيء بالنسبة للباب، قمنا مثلا بتحديد الارتفاع 3 أمتار أو مترين 250 سنتي. كما تلاحظون نضغط على L، نقوم برسم خط مستقيم. إذا نقوم بتقريبها بهذا الشكل. كما تلاحظون نقوم بنفس هذه لا نريدها. حصلنا على الباب. نفس الشيء بالنسبة للشباك الآخر. طبعا هنا ظهرت، يعني نقوم بإزالتها بهذا الشكل. كما تلاحظون الآن لا يوجد أي مشكلة في هذه الشباك أو في هذا الشباك. تستطيع تكبيره وتصغيره على كيفك. وأيضا هنا نفس الشيء، نقوم بعمل الشباك بكل بساطة. يمكنك عمل هذه الطريقة، سوف نقوم بتحريكها بهذا الشكل. تحديد هذه الأشياء، تحديد الخطوط فقط، عفوا، نقوم بتحديد الخطوط. ثم نقوم بنسخها ولصقها مرة أخرى. نضغط على Ctrl C، عفوا، نقوم بإزالة هذه. نضغط على Ctrl C Ctrl V. حصلنا على الإطار الخاص ب الشباك. الآن نقوم بتدويره بأداة التدوير التي تعرفنا عليها في الحلقات السابقة. هنا نقوم باختيار الزاوية 90، ثم نضغط Enter. حصلنا على الزاوية. إذا مثلا على سبيل المثال قمت بإغلاق الشباك، إذا كنت مثلا ترغب في صنع شباك نقوم بتحريكه إلى هنا مثلا على سبيل المثال. سوف نقوم باختيار الطول، مثلا الطول 100 سنتيمتر. نضغط على M، نقوم باختياره من المنتصف ثم نقوم بوضعه هنا. كما تلاحظون الآن نضغط على E، نقوم بمسح الخط. إذا كما تلاحظون حصلنا على هذا الشباك. نقوم ب النقر عليه ثم نقوم بسحبه إلى الأمام لكي يصبح بهذا الشكل. الآن نقوم بمسحه، نقوم بتحديده ومسحه بهذه الطريقة العادية والبسيطة. نقوم بمسح الخطوط. إذا يعني يمكنكم صنع النماذج، تكبير وتصغير الشبابيك لكي مثلا في غير غرفة يوجد شباك أكبر، و في غرفة أخرى يوجد شباك أصغر. يمكنكم يعني تصميمها بشكل بهذا الشكل. إذا يعني بهذه الطريقة تستطيعون يعني توفرون عليكم الوقت. يمكنكم صناعة أي شيء تريدونه. بالنسبة للسقف، آخر شيء تقومون بعمله هو السقف. طريقة عمله جدا سهلة وبسيطة. إما أن تقومون برسم خط من الداخل بهذا الشكل، عفوا، إما أن تقومون برسم مربع من الداخل، أو أن تقومون بعمل مثل هذه الأشياء التي سوف نتعرف عليها هنا الآن. اختيار الخط الخارجي كامل، نضغط على Ctrl C Ctrl V، نضعه في أي مكان. نقوم برسم. إذا نقوم بصنع مربع بهذا الشكل. نقوم بتكبيره مثلا على سبيل المثال 10 سنتيمتر بهذا الشكل. الآن نقوم بتحديده ثم نضغط على M. نقوم بتحديد الزاوية من أسفل ثم نقوم بالتوجه إلى هنا.
هنا نقوم بوضعه بهذا الشكل. هذه طريقة أفضل إلى بالنسبة لوضع الأسقف. قبل ذلك قم بتحديد الشكل، وقم بعدها بأن نقر على إنشاء مجسم، ثم نضغط على إنشاء. الآن فقط انسخ هذا الشكل، نقوم بنسخه، نقوم بلصقه هنا كما تلاحظون، فقط نسخ ولصق. ويمكنك يعني استخدام هذا المجسم كسقف لأي غرفة أو أي شيء تريدونه، يعني تقومون فقط ب تحديده، نضغط على كنترول سي كنترول في، نقوم بتكبيره بهذا الشكل، تعريضه بهذا الشكل، تحديده بهذا الشكل، تكبيره، التحكم فيه أحسن ما تتعذب، أحسن ما تتعذب وتعمل واحد آخر. فيمكنك حفظه مثل ما عملنا في الشباك، يمكنك عمله ولكن لا تعمله كمجسم. الخطوط لا تعملها مجسم، فقط الأشكال اعملها مجسم. بالنسبة للدرج فإن تصميم الدرج سهل جدا. على سبيل المثال سوف أعطيكم نموذج، سيكون مثلا هذا المنزل مرتفع قليلا عن الأرض على سبيل المثال بهذا الشكل، وهنا الأرضية على سبيل المثال، هنا الأرضية، هنا الأرض، وهنا البيت الطائر أو البيت يعني بشكل عام، يكون مثلا مرتفع عن الأرض، وهنا الدرج. سوف نقوم بإنشاء الدرج. يمكنك إنشاء الدرج، تضغط على بي، تقوم بالنقر على حافة الباب، ثم تضغط على كنترول، تقوم بإنشاء هذا الشكل. إذا تقومون بتحديده من الأسفل مع الضغط، يعني تقومون بالضغط بالنقر نقرة واحدة على كنترول. نقوم مثلا بتنزيله 22 سنتيمتر، نضغط مرة أخرى بالنقر على كنترول، نقوم بوضعه 22 مرة أخرى، 22 نفس الشيء. إذا على سبيل المثال وصلنا إلى الأرض، نقوم بإلغاء الكنترول، نقوم بجعل هذه مثلا تركها. نبدأ في الثانية، نجعلها تقريبا 20 مرة أخرى، والأخرى نقوم بتحريكها إلى هنا، ثم نقوم بكتابة 20 لكي تعملها بالقياسات بشكل قياسي 20 حتى تنتهي من هذه العملية 20. هذا انتهينا من صنع الدرج كما تلاحظون هذا الشكل. يمكنكم بعد حذف هذه لكي تصبح بهذا الشكل كما تلاحظون. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه السلسلة بإذن الله. أعتقد أننا انتهينا، ولا يعني قمنا بإعطائكم فكرة كيفية تصنيع بعض الأشياء، وأتمنى يعني أن تعجبكم. إذا أردت أن أقوم بشرح أي شيء آخر فرجاء كتابته في تعليق، وأنا سوف أقوم بعمل شرح للشيء الذي قمت بذكره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.